السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا في بوسطن في امريكان، وبالضبط في واحد الحي سميتو تشارلز داون. ثلاثه الصحاب بداو كيحطوا واحد البلان باش يسرقوا واحد البنكه، وكانوا ضاربين الحساب لكاع السيناريوهات اللي يقدروا يطرا. دخلوا البنكه وبداو كيرونوا فيها، وكان باين باللي هاد الناس خبره في السرقه. واحد فيهم يمشي عند المدير ديال البنكه وغادي يطلبها تحل ليه واحد الخزنه. فتحات عليهم وبداو كيهزوا في الفلوس، وهزوا حتى لي ديسك دور ديال الكاميرات وحطوهم في ميكرووند باش يتحرقوا. خو برودويات باش ما يبقى يبان حتى شي اثر ديالهم. هاد السيد خدام في البنكه ورك على الالارم باش يجيو البوليس، وبدا واحد في العصابه كيضرب فيه حتى جا واحد فيهم وفكوا. المديره ضربت على واحد الوشمه، ضربها واحد في العصابه في الكفاه. خداو المديره لاكارت ديالها وداوها معاهم كراهينه باش الا جاو البوليس يطلقوها ويسلتوا في حالها. غمضوا لها عينيها وداو واحد البحر وخلاوها ومشاو. جا المحقق سميتو ادم وخدام في الاف بي اي، وبداو كيقلبوا في البنكه على اي دليل وما لقاو والو. شويه جا تليفون باللي لقاو الطوموبيل اللي هربات بها العصابه وكامله محروقه. واحد من العصابه سميتو جيمس، فاش قلب لاكارت ديال المديره قال لهم باللي راه ساكنه قريبه لينا، يعني تقدر تعرفنا. غايقول ليه دوك باللي انا غنتكلف بها وغادي نرد معاها البال. ادم جاب المديره وبدا كيحقق معها، وقال لها هذه هي البلاصه اللي مخبين فيها العصابه. دوك بدا كيقرب للمديره اللي سميتها كلير، وبدا كيشوفها فين كتمشي، ولقاها غادي للمصبانه تغسل الحوايج ديالها. دوك حتى هو مشى للمصبانه وقرب ليها، وبانت ليه باللي كتبكي، وبدا كيدوي معها وقال لها بلي نقدر نخرج انا وياك وتنسي شويه. خرجات هي وياه وبداو كيتعارفوا. سولاتو فين خدام، قال لها واحد الشركه، وقال لها بلي كانت لعاب ديال الهوكي. وسولاتو على الوالدين ديالو، وقال لها بلي مابقاش عاقل على الوالده ديالو وبلي كان عايش غير مع باه. وبدات كتعاود ليها حياتها كيفاش كانت، وبلي كانت من عائله فقيره. عرض عليها دوغ يجيبوا دوره بواحد الباركو صغير ومشاو فيه، وبدات بيناتهم واحد الغولاسيه. الغد لي ادم يعيط لكلير وقال لها باغي نسولك على داكشي اللي طرا في البنكه. هي تقول لي واش تشاك فيا، قال لها لا، ولكن العصابه راه عرفناهم في كاينين وقريبه للبلاصه اللي ساكنه فيها انتيا. الغد لي خرجت كلير ودوغ وبدات كترتاح ليه، وقالت لي باللي خويا كان مات صغير في نهار مشمش، وليت ديما كنتشائم من النهار اللي كيكون هكا، وكنحس باللي غيموت شي واحد. وبدات كتعاود ليه على السرقه ديال البنكه، وقالت لي باللي العصابه اختطفتها وداكشي علاش انا مستريسيه، وباللي ديما كندوي مع البوليس باش يشدوا العصابه، وباللي بقى فيها الحال حيت السيد اللي خدام معاها ضرب. وقالت لي ما قدرش نزورو في السبيطار وخايفه، وغادي ديها دوك باش تزورو، وكانت البلاصه كلها بوليس. خرجت وسولها دوك فين هي الطوموبيله ديالك، وقالت لي باللي ما عرفش شكون كان ضربها ليا، يمكن واقيلا تكون العصابه. دوك وجيمس مشاو عند واحد خونا كيعرف كاع دوك المجرمين ديال السيكتور، ونعات ليهم شكون يقدر يكون داير هذا البلان، ومشاو ليه للدار وزوقوه. الغد ليه هما خارجين جا جيمس عندهم وقال لي باللي شفت الطوموبيله ديالك وعرفتك كاين هنا. دوك غطى لي الوشمه باش ما تعرفوش كلير. مشى دوك للحبس عند باه يشوف، وغادي يسولو على مو، وقال لي باه باللي خلاتك وانت مازال صغير. قال لي دوك باللي راه ما غاديش نبقى ساكن هنا وغادي نتحول لفلوريدا، وباللي خاصك تهلا فراسك. جيمس جا عند دوك وقال لي كاينه واحد السرقه جديده، ودوك كع وقال لي ما بقيتش باغي نكمل في هادشي، وباللي هذه اخر بلان غنديرو معاكم وغادي نمشي في حالي لفلوريدا. وجدوا بلاناتهم وتلقاو لواحد الطوموبيل عامره فلوس، وبدا القرطاس كيتشير، وجيمس قتل واحد السيكوريتي وهربوا في الطوموبيل ديال البوليس وحرقوها. من بعد ادم ديال الاف بي اي قال لهم غادي تجيبوا لي كاع السواقه اللي كاينين في هذه المنطقه ديال تشارلز داون، وجابوا جيمس والبرت وكاع العصابه، وقالوا لهم قولوا واحد الجمله بالصوت ديالكم باش يطابقوها مع واحد الهضره كانت تقالت في البنكه، ولقاو باللي ما كاين حتى شي دليل ضدهم وطلقوهم في حالاتهم. دوك غيتلاقى بكلير وغيعطيه واحد السلسله ديال الالماس، وقالت ليه باللي غادي نريح من الخدمه ديال البنكه، وقال لها شنو غديري؟ قالت لي غادي ندير اعمال خيريه وراه باقي عندي شي فلوس مخبيها غادي نعيش بها. قال لها حتى انا باغي نبدل حياتي ونتحول لفلوريدا، وقال لها يلا تمشي معايا. ادم عرف باللي كلير مابقاش خدامه في البنكه وتلاقى بها، وقالت لي باللي مابقاش حامله ديك البنكه حيت داكشي اللي كانت راه فيها مرضها، وقال لها باللي جبنا جيمس ودوك وعارفين باللي دايره غولاسيون معاه وباللي حتى انت غتكوني متهمه معاهم. جا جيمس عند دوك وقال لي باللي كاينه سرقه جديده، وقال لهم الشيف ديالهم اللي كيبيع الورد. دوك قال لي انا دويت معاكم قبل وقلت لكم ما بقيتش باغي نكمل وغادي نتحول من هنا، غادي تزيدوا في الهضره وغادي تفاتنوا. دوك مشى كاي عند الشيف ديالهم اللي كيبيع الورد وقال لي ما بقيتش باغي نكمل معاكم في هادشي، شنو باغي مني؟ قال لي الشيف باللي هذه اخر عمليه غديرها معانا وسير في حالاتك، وباللي هي اكبر عمليه دارت فيها اكثر من 3.5 مليون ديال الدولار، وقال لي باللي الا ما درتيهاش معانا غادي نقتلوا لك صاحبتك. غيمشي دوك عند كلير وغادي تخاف منه وغايقول لها ما تخافيش مني وغير سمحي ليا وانا راني كنبغيك بزاف، وغادي تجري عليه وغادي يمشي في حاله. غيلقى قدام دارو واحد البوكي ديال الورد معلق، يعني الشاف كيهدد فيه باش يدير معاهم هاد لافير. ادم غيمشي عند صاحبه دوك القديمه ويعاود لها على دوك
وباللي خاصها تتعاون معهم ولا غادي يصيفط حتى هي للحبس. وقال لها باللي دوق راه غير كيتفلى عليك وعنده مراه اخرى في حياته، غتمشي عنده للدار وغتقول ليه باللي باغا تمشي معاه لفلوريدا، وغادي صارحها باللي كيبغي وحده اخرى، وغادي تزايد معاه في الهضره وغادي يجري عليها. غتصوني الادام وغادي يجي عندها وغتقول ليه انا مستعد نعاونك باش ننتقم منه. دوق يمشي عند جيمس يقول ليه انا موافق ندير معكم هذه العمليه غير باش ما يقتلوش كلير. بدا دوق والعصابه كيسرقوا فلوس البيي ديال واحد الصطاد، ومع كانوا خارجين البوليس بداو كيتيروا فيهم وبداو محاربين معاهم حتى غادي يموت واحد فيهم وغادي يضرب البرت. البرت قال لهم لبسوا حوايج البوليس وانا غنخرج بالاسعاف ونوضرهم وانتوما هربوا بالفلوس. خرج البرت وتيروا فيه وقتلوه وهرب دوق وجيمس بالفلوس. ادم بان ليه باللي جوج الاخرين ما كاينينش وبدا كيقلب عليهم حتى غادي يبان ليه جيمس وبدا كيتيري فيه بالقرطاس، غادي يضرب جيمس وغادي يموت. دوق شاف البلان وكعب ومشى عند الشيف ديالهم والور وغادي يقتلوه هو المساعد ديالو وغادي يهرب. مشى للدار وصونا الكلير وقال لي راني باغي نشوفك، وبان ليه باللي الدار عامره بوليس. حتى هي قالت ليه باللي باغي نشوفك وقالت ليه باللي اليوم نهار مشمش. دوق غادي تفكر البلان اللي كانت قالت ليه على خوها باللي كان مات في نهار مشمش، وعرفها بغات توصل ليه ميساج باللي خاصو ما يجيش عندها. دوق هز واحد الساك عامر فلوس وخباه في البلاصه اللي كتزرع فيها كلير الورق. كلير غادي تلقى الساك وخلى لها واحد الورقه مكتوب فيها سمح لي بزاف وراني كنبغيك وغادي نتلاقى بك شي نهار. ودازت ليام وكلير ولا عزيز عليها الهوكي حيت كان دوق كيلعبو. اما دوق مشى لواحد البلاصه بستونيا وجنب الواد. وهكذا سالت القصه ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش البارطاج، دوزوا عندي الشين يوتيوب والانستغرام، تسناوني في قصه جديده. السلام عليكم.